لو بدأنا يعني الأول كده قبل ما أخدك للصلاة ونتكلم عن فرق الصلاة وإعدادهم بدنيا، إحنا تخصصنا هنا أكتر برنامج ألعاب أخرى. ألعاب الصلاة طبعا رئيسي، وكل الألعاب الأخرى داخل النادي باستثناء بالتأكيد كرة القدم، ولكن مش هينفع تكون معايا وانت بتشارك او انت متولي المهمة البدنية لفريق الكرة وما سألكش عن رأيك في مباراة النهاردة امام الفريق الكيني في البطولة الكونفدرالية. الأهم هو أننا فزنا. العديد من الفرق لا تلعب بشكل طيب، ولكنهم يجدون طريقة وأسلوب لكي يحققوا الفوز، وهذا مهم جدا أن يكون لديك المعرفة حتى لو أنك لا تؤدي بشكل طيب، على الأقل أن تفوز. هذا هو الأهم. ثم من الممكن أن يتطور الأداء ونلعب بشكل أفضل في المستقبل، وبالتالي ربما لا يرضى بعض المشجعين عن الأداء عن هذا الأداء، لأنهم يتوقعون أكثر من ذلك، ولكن الأداء سيأتي في المستقبل. الموسم الماضي كان طويلا وانتهى منذ أسابيع قليلة للغاية، وبدأنا في المباريات للموسم الجديد، ومن الصعب للغاية أن تستمر في أعلى مستويات الأداء طوال العام. وهناك فرق في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم وهم أكثر تنظيما، لا يمكن أبدا أن يستمروا في المستوى العالي طوال العام، هذا مستحيل.